وفي حكومة. على الفاضي يا عمي، والله كله على الفاضي. السلطة الآن عمالها بيشتغل اليوم على الناس اللي هذي بتسرب العقارات وعم بيعتقلوهم، وإحنا بدنا أكتر، بدنا قرار من الرئيس. أي إنسان بيثبت إنه إله في تسريب الأراضي حكمه إعدام، إعدام يعدموه. يعني أكيد هي يعني سائقة إذا بكون إخلاء بشكل حقيقي لهذا المبنى، لأنه هذا المبنى هو مدخل البلدة القديمة، هو شريان البلدة القديمة. يعني المطلوب من كل مؤسسة الفلسطينية والتنظيم على رأسه عمل برنامج كامل متكامل لإحياء البلدة القديمة وإعادة فتح الشوارع المغلقة في البلدة القديمة وفتح وإزالة الحواجز وأيضا فتح المحلات المغلقة من تقريبا من 23 عام. بدناش إحنا يعطوهم 200 دولار ويضحكوا علينا، بدنا يشجعوا سوق حرة، يشجعوا الناس تنزل على البلدة القديمة. الأسعار صارت زي فوق، أسعار كل الناس رفعت أسعارها، يعني ما في دعم. يعني رأيت الواحد بقول لك أنا بشكل لا بشري من فوق، ليش أجي هون؟ هل احتلال شو طالع تسوي في إيدك؟ شو طالع يعني تسوي في إيدك إشي؟ يعني اللي بيطلع له يسوي إشي يسوي. يعني مش حاسين إنه في دور للسلطة في أمور البلدة، يعني مش حاسين، يعني مش شايفين إشي، ما يعني مش شايفين حدا، لا مسؤولين ولا غيره. المطلوب هو كله على عاتق الشعب، كله على لازم الشعب كله ينزل يصير ياخذ بضاعته من هون، وكل المحلات تفتح من هون، كل المحلات تفتح. انسى السلطه، انسى الحكومه، انسى كل شيء، الناس هي اللي بتحيي البلد كلها. طبعا دور الحكومه هو دور الاكبر لحمايه المؤسسات، لحمايه المباني القديمه، لحمايه البلده القديمه في قلب الخليل، مش بس بقلب الخليل، في وين ما كان الحكومه هي المسؤول الاول. السوق كله ميت، الناس تطلع فيش ناس، دكاكين مسكره، شو بدها تعمل الحكومه؟ يعني لا هي دعم الناس ولا مخلي الناس تطيع البلده القديمه. يعني لو الناس الحكومه بتدعم الناس بتطيح الناس، بتفتح دكاكينها، بتطيح الناس تشتري من البلد القديم، البلد القديمة 100 مرة. دور السلطة لازم فورا تعتقله وتعدمه على طول، يا مع المحل تعدمه، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ملك كافرا شبر أرضا ملكه الله مقدارها في جهنم. إنه بدل ما البيع بيبيع لليهود ياخذوا 15% منه يروحوا أو يسجنوه، لا لازم هذا يعدموه إعدام. هذه بيوتنا، بيوت آبائنا وأجدادنا، شو اليهود في البلد القديمة؟ أنا بحكي من الأصل هي اتفاقيات أوسلو، هي السبب الرئيسي اللي حينما وافقت على تقسيم الخليل من H1 و H2 تحت السيطرة الإسرائيلية وتحت السيطرة الفلسطينية، بس على الورق، حبر على ورق، لأنهم ممكن يروحوا هلا يدخلوا H1، يعني ما في شيء اسمه تحت السيطرة الفلسطينية، لأن احنا اصلا تحت احتلال، بس كان تقسيم ذكي من قبل الإسرائيليين، ولما وافقوا عليه خلص تخلوا تنسلوا من كل مسؤولياتهم. هلا هم بيحكوا تحت السيطرة الإسرائيلية، ما فينا نرجع الإشي لورا، والبلدة راحت يوم بعد يوم قاعدة بتروح، ما حدا معني أصلا في البلدة، ولا أنا بس بشوفهم في الانتخابات بيجوا على البلدة، لما بكونوا بدهم ينجحوا في الانتخابات سواء كل منهم، كل البلدية والمحافظة وكلهم بيجوا على البلدة، لما غير ما بدهم ولا إشي منا ما بيجوا على البلدة.